سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. فيديو اليوم هي تنظيم لي رونجمون د البلاكار اللي كنحطو فيه المواد الغذائيه، المونه التقضيه ديال الشاب، كل واحد كيفاش كيسميها. المهم اليوم غادي تشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش قضيت البلاكار ديالي من بعد ما كان مرون، كان كلشي مشقلب عندي فيه، درت النفس وقلت ولا بد انني خاصني نقادو. المهم انا غادي نعطيكم شي افكار، ولكن بامكانكم تطبقوها في مثلا في منظمات اللي هي الثمن ديالها رخيص، كاينه موجوده في السوق، يعني اللي غتناسبكم. كل واحد يمشي على قد الجهد ديالو. انا هنا ماشي باش نحفزكم باش تشريوا الحاجات اللي انا شاريهم، لا، كل واحد يمشي على قدر الجهد ديالو. المهم انا الفيديو الكونسيبت ديالها كامل هو تحفيز، كل واحدة عندها بلاكارها مرون تنوض دير النفس وتنوض تقادو، فراه ساهل غير تحيدو عليكم الروينه، الحاجه اللي ما غتستعملوهاش، تقادو كل حاجه بلاصتها، هكذا غادي يجيكم كلشي ساهل، وحتى غادي يجيكم القناة انكم تخدموا وتمشيو تطيبوا وتقادو اموركم. المهم ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا كلشي كيفاش قديتو، فمرحبا بكم، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. البنات هادو هما اللي كنت تقاسمت معكم اخر مره فاش شريتهم من ايكيا، هادو ترونسبارون، كنت قلت لكم خديتهم هادو 49 درهم الوحده. المهم هادو لافونتاج اللي فيهم ترونسبارون كيبينوا لكم كاع داكشي. المهم خديت منهم الصغار والكبار، هادو سبيسيالمون بور لي بات، هانتوما كيف كتشوفوا هادي ديجا درت فيها سباغيتي وساهلين محلان هكذا. انا خاصه خديتهم غير لي بات، يعني بالضبط لي بات، حيت لي بات كنستهلكهم بزاف، فخديتهم لي بات. كاين اللي غندير فيهم الحمص، اللوبيا، المهم قطاني، داكشي نتوما غادي تشوفوا. القرا الاخيره ليطاج الاخرانيه كيف كتشوفوا، هانتوما قديت ليطاج الفوقاني، دابا ليطاج الاخرانيه هي اللي بقات لي، غادي ندير فيها مواد التنظيف. مواد التنظيف خاصها ضروري ضروري شي بوا، شي صندوق ديال الخشب، على حسب الجهد ديالكم، ما تمشيوش اكثر من جهدكم، على قدر الجهد ديالكم. المهم خاصها شي حاجه اللي تكون قاصحه، لان مواد التنظيف راه ثقيله، بحال مثلا ملي كنحط هاد يعني بواطه ديال الصابون ولا شي حاجه يعني تيد اولا شي حاجه، راه تبارك الله ثقيله، يعني خاص شي صندوق اللي هو قاصح. المهم انا هاد الصندوق صيبته لراسي ديال الخشب، صيبته بيدي، كل شيء درته انا لراسي، هذا الصندوق هذا صيبته لراسي. كيفاش درت صيبته؟ المهم غيتقام عليكم سهل الا بغيتو تصيبوه، غتمشيو للشركه ديال الخشب، الشركه ديال الخشب غادي تقولوا لهم يعطيوكم كونتر بلاكي اللي قاصح اللي صحيح داير بحال الخشب. المهم ورقه فيها واقيلا شي 2 متر، يمكن خديتها 200 درهم وخلصت الوند اللي قطع لي الورقه ديال الكونتر بلاكيه، خلصتو 20 درهم باش هو قطعها لي. المهم كيفاش تقدر قطعها لي؟ ديت له العبارات، طبعا العبارات ديالي، العبارات اللي كنت انا درت الديزاين في الدار، عرفت راسي الصندوق شحال خاصني فيه وشحال غنهز فيه. طبعا ما بغيتش ندير العبار ديال الصندوق، يعني الصندوق اللي كنعرفوه عادي كيكون صغير، درتو انا كبير شي شويه. المهم انا غادي نخلي لكم العبار في صندوق الوصف حيت دابا ما عقلاش عليه، اعطيتو العبار ديال الطول ديال العرض وعطيتو العبار ديال الطول، قطع ليا هكذا، قطعهم كاملين بهم، عطاهم ليا بلانشات هكذا كيف كنقولوا، جمعتهم انا جبتهم من الدار، منين جيت مشيت عند النجار عطاني، عطيتو العبار ديال العلو وعطاني هاد الباكيطات هادو ديال الخشب، المهم غير طروفه ديال الخشب كانوا عندهم ليوحي، عطاهم لي طوالين، يعني ماشي هو اللي قطعهم لي. حتى جيت للدار، انا عندي منشار في الدار، الا ما عندكمش منشار في الدار، انا عندي منشار ديال الضو بالنسبه للناس اللي عندهم منشار ديال الضو، اللي ما عندهمش منشار ديال الضو عندهم منشار عادي يقطعوه، ياخذوا العبارات ديالهم يقطعوا عادي، ولكن غير ردوا بالكم الادوات الحاده، اولا تمشيو عند النجار هو تعطيه وهو يقطع ليكم. المهم قطعت على حساب العلو ديال هنا، وقطعت هاد الدخله هادي ديال اليد، انا صيبتها لراسي هادي، طراسيتها بالقلم ودخلت فيها بالمنشار ديال الضو، درتها حتى من هنا باش الا بغيت نستعملو على هاد الوجه هذا، ولا الا بغيت نستعملو على هاد الوجه اللي مزوق. اوكي حد هنا مفهوم. من بعد شنو درت؟ خديت المسامر 10 دراهم ديال المسامر، دوك المسامر اللي الراس ديالهم ما كيبانش بحال دابا هنا، هانتوما غادي تشوفوا فين ها هي هادي، هنا راه غيبان لكم كاينه لا تراس ديال المسمار، هنا ها هي لا تراس ديال المسمار، هذا مسمار بلا راس، كيتخشى وما كيبقاش يبان لا تراس ديالو، ما كيبقاش يبان هكذا داير داك الراس ديالو. المهم طرقتهم، اول حاجه شنو لصقت؟ عاونت بواحد الكولا في الصراحه،
واحد الكولا بيضاء هي ديال الصراحه يعني خاصه ديال الخشب، ولكن لو بغيتوش تعاونوا بالكولا زعما ماشي مشكل. المهم لصقت هاد العبار هذا ديال العرض مع الطول، فيكسيتهم على هاد الباكيطه ديال الخشب، دقيت المسمار هنا، دقيت المسمار هنا، جوج مسامر طبعا الفوق، جوج مسامر هنايا، جوج هنا وجوج هنا. من بعد عاوتاني يعني صوبت الصندوق كامل داير عاد باش لصقت له لا سيرفاس التحتانيه، هاد التربيعه التحتانيه. طبعا الا كان العبار مضبوط راه يجيكم داكشي هو هذاك عبار نيشان، انا جاني العبار هو هذاك نيشان، وغتقولوا لي طبعا المسمار ما غاديش يبان لان هذا رقيق كي غيدير يتخشفي، واخا واخا هذا رقيق راه منين ضربت المسمار ما ضربتوش فيه نيشان، ضربتو في هاد الباكيطه هذه اللي هنا، يعني منين كنضرب انا المسمار راه كنضربو في هاد الباكيطه، عاوتاني منين كنضرب المسمار كنضربو في هاد الباكيطه، حيت هاد الباكيطه هذه هي اللي كتفيكسي المسامر اللي مداخلين من هاد الجهه واللي داخلين من هاد الجهه. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. ومن بعد مشيت عند الركري خديت صباغه 40 درهم فينيل، اما خذوها ديال الماء اما خذوها ديال ليسونس، من الاحسن الا كانت زعما ديال ليسونس باش ما يعني ما كطيرش. وانا هادو راه داز عليهم دابا، نقول لكم واقيلا دابا داز عليهم تقريبا شي 3 سنين ونص باش صيبتهم، ما عمرهم تهرسوا، ما عمرهم تشقوا، ما عمرهم تخسروا، باقين كيف صيبتهم. صباغه غضربوا لهم صباغه، بغيتوا تزوقوهم ما بغيتوش تزوقوهم كيبقى لكم الاختيار. انا زوقتهم، شديت صباغه ديال ولدي اللي كيستعملها هكذا في المدرسه، وصبغت هادو هكذا، لصقت هاد الطريفات ديال توب دونتيل، صيبت هاد القليب على على كرتونه، وقطعت واحد الطريف ديال البونج رقيق من الفوق باش ما يجينيش هكذا التوب لاصق على الكرتونه، وغلفته ولصقته بداك الكرة اللي كتكون في البيستولي اللي كتلصق في الضوء، هي ترونسبارون دي توب كيكونوا طوالين هكذا كيتخشوا. المهم الناس اللي كيديروا عمليه يدويه طبعا غيعرفوني علاش كنهضر، حتى بايه غادي يلصق لكم هاد التوب مع الكرتون. دونك من بعد عاوتاني عاد عاودت لصقته على لا سيرفاس ديال هاد الصندوق هذا. انا غير درت هذه يعني بحال الفلوغ هكذا، جات بحال الوريده، وهنايا صيبت هاد الحريشات هادو. فوالا ملي كنبغي نديرهم على هاد الوجه هذا راه كنديرهم على هاد الوجه هذا، ومني كنبغي نديرهم على هاد الوجه العادي راه كنبغي نديرهم على هاد الوجه العادي. دابا ملي غنستعمل فيهم هو التنظيف، دونك دابا هاد البلاكار راه سيريو باين معقول، دونك غادي نديرهم على هاد الوجه هذا، غادي نحط فيهم هو التنظيف. نتوما غادي تشوفوا دابا انا هادو كنستعملهم في البيوندري، يعني البيت اللي عندكم فيه ماكينه الصابون، اللي عندكم شي تقشقيل تما، شي حوايج ما بقيتوش كتستعملوهم بزاف ولا كتستعملوهم مره مره ديروهم فيهم. المهم اللي بغيت نقول لكم من هادشي هذا كامل، صيبوا هادشي لراسكم، ما محتاجينش تمشيو عند المعلم، ما محتاجينش تمشيو تقادوه في شي بلاصه واحده اخرى، نتوما قادرين تقادوه لراسكم. مسمار مطرقه ليغات منشار وحشمري ليا يا لالا، وضربي ليا داك ساعات المسمار، وقادي صندوق ليا لراسك بالشهوه ديالك، وغيتقام لك رخص 200 درهم غتصايبي بها. انا صايبت 4 ديال الصنادق وجوج صنادق صغار، وكيبقى لك الاختيار، بغيتي تخليهم على حسب اللون ديال الخشب كيجيو زوينين، بغيتي تصبغيهم داك ساعات كتصبغيهم. بالنسبه لمواد التنظيف هادو اللي كنحتاجهم تقريبا على طول العام، حتى كتسالي ليا عاد كنمشي نجبد الحاجه بحاجه. هاد الساشيات هادو درت فيهم الخزامه، الخزامه علاش؟ على وديت داك الفراشات الصغيره اللي كيتكونوا بحال مثلا في القطاني في المواد الغذائيه، هاد الخزامه الريحه ديالها مجهده، ما كيبقاوش ما كيترباوش ما كيكبروش، كنلقاوهم صغيرين دايرين بحال الصوفه، ومن بعد كيديروا داك هذا اللي كيكبروا كيوليو بحال الفراشات، كيبقاو يطيروا كيخسروا لنا كاع المواد الغذائيه. المهم انا هادو درتهم، غادي ندير وحده الفوق وحده لتحت. المهم غادي نديرها هنا هكذا، وهادي غادي نديرها هنا لتحت، لانه هنا اللي عندي بصراحه، هنا اللي عندي لتحت اللي عندي بصراحه فين كان يقدر يعشش داكشي،
هذه نقطة مهمة ما تنساوهاش. ملي يكون عندكم بلاكار فيه المواد الغذائية ضروري فيه ديروا فيه خنيشة ديال الخزامة، كاين اللي كيدير السودانية، السودانية حتى هي كتحارب داك الفراشات باش ما كيتجمعوش، باش ما كيخسروش، كيخسروا السميدة، كيخسروا الطحين، كيخسروا كاين حتى داك الرامود، كيقولوا له الرامود واحد البخوش صغير، فحتى هذاك كيتستريطا عاوتاني عنده الحويجات ديالو اللي كيديرهم باش ما كيحاربوا هكذا ما كيكونش في المواد الغذائية. المهم شنو باقي لي دابا؟ انتم غادي تشوفوا لي الاكسسوار اللي مازال. المهم هاد العلاقات راه كنت درت لكم شحال هادي ديهم، هادو خديتهم من ايكيا 14 درهم باكيه فيها ثلاثه، وهادو انتوش مغربيه 100% هكذا غنعلقها في الباب ديال البلاكار. بعد مرات شحال من حاجه كنبغيها تكون عندي على يدي فغادي نديرها. مهمة ما تنساوهاش هما المواد الغذائية اللي كتشريوها وكتكون عندكم في الخزين او الزرع الطحين شنو ما شريتو شنو ما كان عندكم على قدر الجهد ديالكم والاستطاعة ديالكم. لابد انكم ديروا واحد الورقة وديروا فيها التاريخ باش تبقاو عاقلين، وهكذا اما تلصقوها في الباب ولا تلصقوها في شي بلاصة باينة. دابا هنا انا عندي بحال مثلا شي حاجات شاريهم قرب، يعني مازال شهرين، كاين اللي مازال 3 شهور، كاين اللي مازال غير شهر، باش غادي يسالي التاريخ ديال الانتاج ديالها لابد انني نسجلها وتبقى عندي منوطيه.